مساء الخير يا شباب، هنتكلم النهاردة إن شاء الله في المحاضرة الرابعة في الـ Tax Accounting عن الـ Egyptian Tax System، mainly focusing on الـ Tax on Natural Person Income اللي هي الضريبة على الدخل. طبعا انتوا مطلوب منكم الريسيرش بتاع الاقرار الضريبي والتطور الضريبه اللي هو التاكس ديفلوبمنت والكلام ده كله قبل ما ندخل بقى في ديتيلز الضريبه دي بتتحسب ازاي. احنا الاول بنفهم الاوتلاين بتاعنا. طيب فالايجيبشن تاكس سيستم طبعا اوبريتد باي مينستري اوف فاينانس، واتفقنا ان الرولز او التاكس دي تبقى ريجوليتد اكوردنج تو رولز اند ريجوليشن، الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرات اللي فاتت. فبيقول لي هنا ان current Egyptian tax system based on direct taxation of individual and legal او juridical person based on their income او البروفيت بتاعه او indirectly based on الـ goods and services بتاعتهم عن طريق الـ value added tax. فده الـ current Egyptian system tax system بيقول لي ان انا عندي الـ income tax وعندي الـ value added tax والـ real estate wealth tax stamp tax custom duties and so on. انا حابب بقى اتكلم على الـ income tax لان هو ده مجال الدراسة بتاعي. احنا اتفقنا income tax يعني ايه؟ يعني الـ tax that will be imposed على الـ income بتاعنا كأفراد او شركة. طيب الـ income tax in Egypt لو انت كنت عملت البحث بتاع الـ development of the tax هتعرف ان الـ income tax developed in Egypt من خلال السنين من اول سنة 1939 لحد القانون اللي هو number 91 for 2005 اللي هو القانون اللي الضريبة على الدخل. فبيقول لي ان الـ income earned from a source in Egypt including كل اي بص كل الاكتيفيتيز بقى سواء الانكم ده for from a service rendered in Egypt زي مثلا زي salary زي ال non commercial activities and so on. تمام the disposal of real estate and share of dividends the dividend income the revenue of the government local authorities paid by the government local authorities the rent payment اي دخل هو يقصد بالكلام ده كله اي دخل للشخص سواء الشخص ده زي ما اتفقنا natural او juridical. عندي نوعين من الضريبة على الدخل، الدخل يا اما individual income tax يا اما tax on company profit اللي هي ضريبة الشركات. احنا الترم ده هنتكلم على ضريبة الدخل اشخاص مش للشركات. ان شاء الله لما تخلص سنه رابعه نبقى نتكلم عن ضريبه الدخل للشركات. فبيقول لي ان الانكم تاكس اون ناتشورال بيرسون انكم ريزيدنت اللي هم ريزيدنشال ان ايجيبت از سبجكت تو انكم تاكس فور ا توتال بيريد 183 دايز. هنتكلم يعني ايه ريزيدنت ونون ريزيدنت وايه يعني 183 دايز. بس مين لي الانكم اللي احنا هنتكلم عنه هو السالاريز اند ويجز الأجور والمرتبات هما في حكمها اللي هي ايه كإنكم بيحصل عليه الفرد. الإنكم from a non-commercial professional profit اللي هي المكسب أو الدخل اللي جاي للأنشطة غير تجارية زي الدكتور والمهندس والمحامي والمحاسب والملحن and so on والكاتب والممثل والكلام ده. والإنكم realized from الريال استيت بروبرتي دي اللي هي الويلث هنسيبها للاخر. والانكم فروم كوميرشال اند اندستريال اكتيفيتيز لو انت اللي بتقوم بالايه بالنشاط ده المهني او التجاري بس بشكل فردي مش في صوره كوربريشن يعني. تمام يبقى احنا هنتكلم على الضريبه على الدخل. بما ان احنا هنتكلم على الضريبه على الدخل فتعالوا نعرف الاول الناتشورال بيرسون انكم تاكس ديفينيشن هي ايه. يبقى احنا مين دي لما نتكلم على الضريبة على الدخل احنا هنتكلم على salaries and the like، هنتكلم على professional او non-commercial activity، هنتكلم عن commercial and industrial activity.
يبقى النشاط التجاري والنشاط الايه المهني والاجور والمرتبات، ضريبه الثروه العقاريه كلها ايه هنجمعها في حته واحده. يبقى ده اللي احنا هندرسه. احنا اتفقنا تاكس اكاونتنج يعني المحاسب بيحدد التاكسبل بروفيت، بيحدد الاماونت اوف البروفيت ذات تو بي سبجكت تو تاكس، صح؟ بيحدد الريفينيو والاكسبنسز اللي هتبقى خاضعه للضريبه. ده دورنا في التاكس اكاونتنج. يبقى احنا هنتكلم ان احنا نحدد الانكم لواحد بياخد سالري، نحدد الانكم لحد بيمارس نشاط مهني اللي هو النون كوميرشال، ده الايه اللي احنا هنشوفه الترم ده ان شاء الله. يبقى تعالى نعرف الناتشرال بيرسون انديفيديوال انكم، ايه هي الضريبه على الدخل. بيقول لي ان الناتشرال بيرسون انكم imposed on the total net income of the resident individuals for the income realized in Egypt as well as the income earned outside Egypt. بس بشرط المين سنتر بتاعك يبقى in Egypt. يعني الضريبة دي هتبقى خاضعة لإيه؟ لكل الانكم اللي بيحصل عليه الفرد، سواء الفرد ده مقيم في مصر او مش مقيم في مصر، بيحصل على ايه؟ بيحصل على دخل في الخارج. بس عشان يحصل على دخل في الخارج وانا افرض عليه ضريبه، شرط ان المين سنتر بتاعه والمركز الرئيسي بتاع الشغل بتاعه يبقى ايه؟ يبقى اكيد في مصر، صح كده؟ طيب الضريبه دي هي عباره عن ايه؟ احنا قلنا انواعها اللي احنا هندرسها ان ديتيل. هندرس التاكس اون سالاريز، هندرس التاكس اون نون كوميرشال، الريال استيت ويلز دي هنتكلم عنها في الاخر، وده ان شاء الله لما تطلعوا سنه رابعه باذن الله. طيب احنا هندرس ايه قبل ما نتكلم؟ احنا عرفنا ان ضريبه الدخل بتتفرض على ايه؟ الانكم تاكس. هي imposed on the total net income of the resident individual for income earned in Egypt as well as the income earned outside Egypt. بس بشرط المين سنتر بتاعك يبقى ايه؟ يبقى او البروفيشنال اكتيفيتيز بتاعتك تبقى ايه؟ تبقى في مصر. تمام كده؟ يعني انا جالي فلوس من عميل بره خضع للضريبه؟ اه طبعا خضع للضريبه طالما المقر الرئيسي بتاعي ايه؟ بتاع الشغل بتاعي هنا. تمام كده؟ طيب also imposed ايه الضريبه دي؟ will be imposed on the income of the non-resident for the income earned in Egypt. يعني لو حد مثلا من بره وجاي هنا وعمل شغل وكسب منه يدفع عليه ضريبه طبعا. اتفقنا؟ طيب لو انا جيت قلت يا شباب معلش بصوا معايا، ايه تعريف الضريبه على الدخل؟ طبعا انتوا عرفتوا ان الضريبه هي annual او sorry انا اسف، عرفتوا differences between الميجر تايبس اوف التاكس، واخدنا اليونيفايد وال ايوه اليونيفايد وايه فكروني والبروبورشنال والبروجريسيف والدايركت والاندايركت، صح كده؟ اخدنا انواع ضرائب كتير قوي في الاول. طيب انا بقى مين اللي هتكلم دلوقتي عن ايه هي ضريبه الدخل؟ خلاص ضريبه الدخل هي اللي بيتم الضريبه اللي بيتم فرضها على الانكم اللي بيحصل عليه الافراد سواء مقيم في مصر او بره مصر، صح كده؟ طيب الضريبه دي بيقول لي ان هي دايركت تاكس. يعني ايه دايركت؟ اتفقنا دايركت قلنا يعني البيرسون هو بير ذا بيردن اوف ذا تاكس هو البيرسون هو باي ذا ايه ذا تاكس، صح؟ انما الاندايركت ان انت بتحمل العبء بتاعها ايه لشخص تاني زي الفاليو ادد تاكس. طيب يبقى الانكم تاكس اللي احنا هندرسها هي دايركت تاكس، هي انيوال تاكس بتتحسب سنويا او بتدفع سنويا، وهنتكلم عن الفتره اللي انا بدفع عنها الضريبه من اول جانوري من كل سنه، بتنتهي امتى؟ السنه الماليه بتاعتي ليا 3 شهور في ايه بعمل فيهم اعداد للاقرار الضريبي، وهنتكلم على الفتره المحاسبيه او الضريبيه دلوقتي. تمام؟ يبقى هي انيوال تاكس عم تتفرض عن سنه كامله شغل او نتائج اعمالي لمده سنه. هي بيرسونال، اتفقنا يعني ايه بيرسونال؟ بيرسونال يعني ضريبه شخصيه، صح كده؟ يعني ايه شخصيه؟ يعني ضريبه بت allow some exemption for
the taxpayer to bear the burden او ال personal circumstances لو تفتكروا. قلنا ان انا كدولة بمنح اعفاء معين للناس علشان يواجهوا ظروف المعيشة والحياة والليفنج كوست، صح كده؟ فلو التاكس دي بت allow some exemptions for the taxpayer to meet the personal circumstances يبقى دي بنسميها personal tax. فالبيرسونال تاكس دي هتالاو ماكسيمم اكزامشن كل سنه، هي كانت 7200 بس اتغيرت في القانون ده. المفروض الناس اللي عملت البحث تقول لي الاكزامشن بقى قد ايه، 8000 7000 5000 مش فاكر، انتوا اللي هتقولوا لي الاعفاء بقى قد ايه ضريبه الدخل طبقا للقانون الجديد. بص بقى، الضريبه دي احنا اتفقنا انها بتطبق او بيتم فرضها على كل الناس سواء مقيم او غير مقيم. يعني ايه مقيم؟ مقيم القانون حددها ان الشخص ده هيبقى resident لو الشخص ده قاعد in applying the Egyptian income tax. A natural person is an Egyptian resident لو قاعد لو المقر الرئيسي بتاعه هنا في مصر، ولو قاعد في مصر 103 واكتر من 183 يوم متواصلين او متقطعين خلال السنة، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه resident. تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي قلت non-resident يعني يا اما foreigner يا اما قاعد في مصر ايه فترة بيشتغل اقل من 183 يوم. القانون قال سواء resident او non-resident انت هتدفع ضريبة. يبقى التاكس is imposed on the natural person income usually resident اللي هو بنطبق فيه حاجة اسمها social condition ان انا بطبق على كل القائمين، و non-resident على غير القائمين برضو in relation to the income realized fail in Egypt، يبقى بطبق condition اسمه economic condition. يبقى انا بطبق السوشيال كونديشن على كل القائمين ان هم بيدفعوا ضرائب، وبطبق ايكونوميك كونديشن على الغير قائمين ان هم بيدفعوا ضريبه. الضريبه على الدخل امتى تبقى قائم وامتى تبقى غير قائم؟ لو قاعد في مصر 183 يوم او مقر الرئيسي بتاع الشغل بتاعك في مصر يبقى انت كده ريزيدنت، لو قاعد في مصر اقل من 183 يوم يبقى انت ايه؟ نون ريزيدنت. ريزيدنت نون ريزيدنت هتدفع ضرائب. هو قصده ايه؟ يعني واحد امريكي شغال في امريكا ياخد منه ضرائب؟ لا طبعا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليه دعوه عن لو هو امريكي وجه يشتغل في مصر وحقق دخل يدفع ضريبه، صح كده؟ فهي دي الايه الفكره يعني. فهو يقصد ان الضريبه بتاعه الانكم تاكس بتادبت البرنسبل اوف السوشيال اند ايكونوميك كونديشن، يعني يقصد بيها ايه؟ ان هي بتطبق على الريزيدنت والنون ريزيدنت. واتفقنا يعني ايه ريزيدنت ويعني ايه نون ريزيدنت في الاقامه يعني. اتفقنا؟ الضريبة على الدخل هي بروجريسيف. يعني ايه بروجريسيف؟ اتفقنا كل ما هتكسب اكتر كل ما هتدفع فلوس اكتر. فاكرين الريتس؟ انتوا اللي تقولوها لي بقى. يلا من اول كام عشان القانون اتغير، الكلام اللي مكتوب ده القديم. يلا قولوا لي الريتس لحد 5000 جنيه معفية، بعدين انا مش فاكر من 5000 لكام؟ 30 تمام، ومن 30 والى 45 ما انتوا اللي عاملين البحث وعارفين، ومن 45 لحد 250 الف كام وازيد من 250 الف كام؟ ده اللي انتوا هتجيبوه لي من التاكس اللي هو التاكس ريتس. طيب يبقى هي ضريبه ايه؟ يبقى الانكم تاكس، تعالوا نراجع مع بعض. الانكم تاكس هي ايه؟ هي دايركت ال person who bear the tax هو الشخص that will pay the tax. هي annual بتتفرض ايه؟ سنويا كل سنة. هي personal، صح كده؟ طيب personal يعني في some exemptions. ال tax adopt the principle of the social and economic conditions علشان الشخص اللي موجود ايه؟ سواء بيكسب سواء resident او non-resident هيدفع ايه؟ ضريبة عن الدخل اللي اتحقق في مصر او خارج مصر.
بس عشان تطبق ضريبة على دخل خارج مصر لازم يبقى انت مقر شركتك ايه هنا في مصر، يبقى انت عامل مقر شركة والشركة دي كسبت مثلا، عملت مشروع بره وكسبت ودخلت الدخل ده، يبقى الدخل ده خاضع للايه للضريبة. progressive كل ما هتكسب اكتر، وانتوا عارفين التاكس ريت اللي انتوا شفتوها في الاقرار الضريبي. تمام. مش عايزين البيرمننت استابليشمنت كونسبت، ده بيقول لي ان الضريبة دي بيتم تطبيقها على ايه، هي شروط المقر يعني البليس والبرانش والفاكتوري والاوفيس والورك، يعني مش عايزين ندخل في الديتيلز يعني. التاكس بيريد بقى، لو تفتكر التاكس بيريد الفترة اللي انا هيتم حساب الضريبة عليها، قلنا ان التاكس بيريد فيسكال يير السنة المالية الضريبية بتبدأ من اول جانيوري فيرست وبتنتهي جانيوري سوري ديسمبر 31. حلو كده، يعني 12 شهر. وحضرتك بتقدم الاقرار الضريبي التاكس ريتيرن بيريد فور ذا ناتشر بيرسون انكم، اخرك اخر ميعاد 31/3 من كل سنه، يبقى بتعمل سبمشن قبل 1/4. بعد 1/4 في غرامه، ما بعديها كمان يبقى في تهرب ضريبي ومشاكل. الشركات بقى اللي هي جيوراتيكال بيرسونز عندها لحد ايه 1/5، يعني اخرها 30/4، ده لو شركه. تمام كده. طب هل الضريبه عن فتره 12 شهر بس ما ينفعش تبقى ازيد او اقل؟ لا ينفع. لو انت ابتديت النشاط بتاعك مثلا ما ابتديتوش من اول السنه، ابتديته من نص السنه، هدفع ضريبه عن سنه. الاجراءات القانونيه طولت بتاعه الشركه، فالسنه الماليه بتاعتنا بقت 13 14 شهر لحد ما نكيف اوضاعنا، ايه المشكله؟ صح، بيبقى فيها اكسبشنز المده دي، بس هي نورمالي ايه 1 year. فبيقول لي ان التاكس may be calculated for a shorter or longer period more than 12 months. The execution or executive regulation of this law shall be also become shall be a sorry. Tax become due on the day following the end. يعني انت دلوقتي انتهى، اول ما انتهت المدة يبقى حضرتك اصبحت الضريبة واجب عليك، اصبحت tax due عبء الضريبة. التاكس become due on the day following the end of the tax period and shall also become due on death. لو حصل وفاة مثلا للايه للتاكس payer او whatever، فاصبحت الضريبة واجبة الايه السداد برضه. ودي الشروط اللي بيقول لي ان الفترة ممكن تبقى shorter او longer than 12 months. التاكس rate دي احنا عملناها، بس الريتس طبعا دي اتغيرت لان انا اتفقت معاكم ان القانون بيغيرها كل شوية، فالريت دي اتغيرت، انتوا هتجيبوها لي من الاقرار الضريبي. وموضوع التاكس ديسكاونت ده سيبوه دلوقتي، مش هنشرحه دلوقتي. تمام. طيب برضو البروبلم دي احنا لسه هنشوف بروبلمز كتيرة مش عايزينها برضو. تمام. التاكس اكاونتنج بقى، هنا التاكس اكاونتنج والتاكس اكاونتنج بروسيس بيعرفني الفرق ما بين التاكس اكاونتنج والفاينانشال اكاونتنج. انتوا مش محتاجين لان انتوا عارفين الكلام ده، احنا شرحناه. فالتاكس اكاونتنج بيقول لي هي a type of accounting that combine accounting techniques gathering information measuring and recording. اللي هي الاكاونتنج العاديه classifying recording summarizing communicating information according to regulations and rules for achieving the following. عشان نحقق الاتي، نحقق ايه؟ describe the steps followed to determine the taxpayer liability. نحدد العبء الضريبي يا جماعة، واحنا بنحسب الريفينيو ونشيل منها الاكسبنسز ليه؟ عشان نوصل للتاكس والنت بروفيت، الربح الخاضع للضريبة اللي هيدفع عليه ضرائب، صح كده؟ بنسميه tax liability، يعني taxable net profit، يعني tax bracket، يعني amount of the profit that will be subject to tax. يعني الشركة دي كسبت مليون جنيه، او الشخص ده كسبان مليون جنيه، المليون جنيه هي اللي هيدفع عليها ضرائب. هل هيدفع ضرائب عن المليون؟ لا طبعا، بيدفع ضريبة في بنضرب التاكسبل انكم ده في التاكس ريت اللي انتوا شفتوها. وقلنا ان الضريبة اللي احنا بندرسها دي هي بروجريسيف، كل ما هتكسب اكتر كل ما هتدفع ضرائب اكتر. تمام.
طيب ازاي نفرق ما بين التاكسبل انكم والنت انكم اكوردنج للاكونتنج او الفاينانشال اكاونتنج؟ انتوا عارفين ان في الفاينانشال اكاونتنج ان انا بفولو الجاب او الاي اف ار اس الستاندرد تو ديتيرمين ذا نت انكم، صح كده؟ بفولو رولز معينه عشان اطلع النت انكم. انما في التاكس انكم او التاكسبل انكم انا بطلع النت انكم اكوردنج للرولز اند ريجيليشنز بتاعت الدوله. انما في الفاينانشال اكاونتنج فاينانشال نت انكم، النت انكم از ميجرد ان اكوردنس تو جاب او الايجيبشن ستاندرد او الايه فاينانشال انترناشونال فاينانشال ستاندرد. ففي فرق كبير، عشان كده احنا محتاجين تاكس اكاونتنج، لان مش شرط ان الحكومه تعترف بكل الريفينيوز والاكسبنسز اللي انا بعترف بيها. افرض انا هكتب اكسبنسز وخلاص ماشي اكوردنج للجاب، بس هي الجفرمنت مش معترفه بيها، يبقى لازم يكون اكوردنج تو ايه يا شباب؟ لازم يكون اكوردنج تو الستاندرز. عشان كده عندنا التاكس اكاونتنج، تمام؟ طيب البروسيس اوف التاكس اكاونتنج، انا بميجر يعني ايه؟ يعني بجيب التاكس براكت، يعني بقيس الريفينيو والاكسبنسز ذات ويل بي سبجكت تو تاكس، ريفينيو اكسبنسز سبجكت تو تاكس. من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظر التاكس اوف. يبقى ده اسمه ايه؟ measuring the taxable income. اسمه ايه؟ measuring the taxable income. طيب لو انا جيت دلوقتي قلت measuring the taxable income، طيب لو انا جيت دلوقتي قلت ايه يا شباب؟ tax assessment determine the exemption to be excluded from the taxable income. يعني ايه؟ ما هو الحكومة او التاكس اوفيس بيديني بعض الاعفاءات، ان الناس دي معفيه من كذا، في اماونت كذا معفيه، يبقى انا لازم بعد ما اعمل الاقرار الضريبي اشوف ايه الحاجات اللي انا اقدر اعمل لها اكزامشن اكوردنج للو. يبقى ده اسمه تاكس اسسمنت. وبعد كده التاكس كولكشن بقى ايه؟ ان احنا هنحصل عمليه ايه التحصيل بقى بتاعتنا اكوردنج للتاكس اوفيس. ودلوقتي بقى في التحصيل الالكتروني كمان، وده هيكون موضوع الريسيرش بتاعنا الجديد عن الايه الالكترونيك تاكس ريتيرن. يعني ايه؟ بقى عملوا التحصيل الالكتروني، بدل ما بقى نروح ندفع ونقف في طوابير ونعمل معرفش ايه، صح؟ عملوا التقديم بتاع الاقرار الضريبي الكترونيك. عايز صفحة او صفحتين كده عن الموضوع ده توصفه لي عبارة عن ايه. طيب في صح وغلط وبعض الاسئلة كده هنزلها لكم كايه كنوع من الاكسرسايزز يعني، تمام؟ اي مسائل على الشابتر ده احنا مش عايزينها لسه، احنا هنتكلم مسائل ان شاء الله من الشابتر اللي جاي، تمام؟ يبقى احنا اخدنا ايه؟ اخدنا المين بوينتس بتاعتنا كده من الاول، من اول ما ابتدينا لحد ما خلصنا الشابتر. المين بوينتس اتكلمنا عن ايه هي التاكس والكاركترستكس بتاعتها، انواع التاكسز. انتوا عملتوا ريسيرش عن الايجيبشن ديفلوبمنت اوف التاكس والتاكسنج سيستم. درسنا الناتشرال اللي احنا درسناه دلوقتي بقى الانكم تاكس، الناتشرال بيرسون انكم تاكس، وعرفنا هي ايه واخدنا الكاركترستكس بتاعتها ان هي بيرسونال ودايركت والسوشيال والايكونوميك كونديشن وان هي انوال تاكس اند سو اون، تمام؟ مش عايزين الكونسبت بتاع البيرمننت استابليشمنت ده، تمام؟ وبعدين اتكلمنا على التاكس بيريد والتاكس ريت. تاكس ريتس اللي هي في البروجريسيف تاكس اللي انتوا شفتوها في الاقرار الضريبي. وهنا اتكلمنا عن التاكس اكاونتنج والديفرنس ما بينها وما بين الفاينانشال accounting، ان دي بتفولو الجاب، انما التاكس accounting بتفولو rules and regulations، تمام كده؟ يبقى ده كل ما يتعلق بشابتر 1، وهو ده الموضوع بتاع المحاضره اللي هي ان شاء الله هتكون في الجامعه الاسبوع القادم باذن الله. اشوفكم على خير وبالتوفيق، ربنا معاكم.